انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية، ويقام المهرجان هذا العام تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام. وللمزيد معنا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. باسم، دعنا في تفاصيل الأجواء لديك. مساء الخير عليكم جميعا. هنا من قاهرة المعز تنتشر الفرحة هنا رغم الأجواء السيئة نوعا في هذا اليوم والأتربة، ولكن رغم هذا الجو الملبد بالرياح الشديدة والأتربة كان الحضور الجماهيري من كل الفئات وكل الأعمار السنية بكثافة شديدة كما يتضح لنا في الفيديوهات التي ترونها، بحضور السيدة وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور واسع لفنانين وأطياف عديدة من المجتمع، كبار وصغار، رجال ونساء وأطفال، بفرحة شديدة. هذا المهرجان مهرجان الطبول، هذا المهرجان في نسخته العاشرة للسنة العاشرة على التوالي، يبدأ اليوم على مدى 7 أيام، تنطلق بدءا من اليوم من هنا من سور القاهرة، قاهرة المعز، ولمدة 7 أيام. هذه ال7 أيام يوجد عروض شتى لفرق، نحو 33 فرقة من دول مختلفة، سريلانكا، اليونان، اندونيسيا، لدينا الجزائر، لدينا السودان الشقيق، لدينا اليمن الشقيق، لدينا فلسطين الشقيقة، فضلا عن نحو عدد لا يقل عن 30 فرقة، 33 فرقة من هذه الدول مجتمعة، بما فيها طبعا الفرق المشاركة من هنا من جمهورية مصر العربية. ألوان التراث المختلفة، هذا المهرجان يهدف إلى تقديم ألوان الفنون وألوان التراث المختلفة من كل الدول، ويختص بالفولكلور. هذه ألوان التي لا نقول بأنها تنقرض، ولكن نقول بأنها باتت خافتة وسط الألوان الفنية الحديثة على كل المستويات في العالم. هي تعرض المستويات أو تعرض الفنون التقليدية لهذه الدول. لدينا من مصر مثلا فرقة حسب الله، هذه الفرقة القديمة والشهيرة، فرقة رضا للفنون الشعبية، هناك فرق تشارك من جامعة عين شمس، والعديد من الفرق الأخرى المشاركة من مصر، فضلا كما ذكرت عن الفرق المشاركة من الدول المختلفة. نحن الآن نرى كرنفال، كرنفال فني، نرى فنون شعبية بألوانها، ونرى أزياء شعبية، ونرى طرائق شعبية. هناك فرق أفريقية كما كتلك التي نشاهدها في الأفلام نعم. السينمائية العالمية، نراها رأي العين من هنا من هذه نعم الساحة. نعم باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مهرجان الطبول، شكرا جزيلا لك.